محاولة النفاذ من نافذة الدين إلى وعي المجتمع والتلاعب بعاطفته. لا يعنق النصوص الدينية وإخراجها عن سياقها. بسم الله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، هذا الذي يخرج ثورة الجهاد. الإساءة للقرآن الكريم واعتباره كتابا مبتذلا. القرآن كتابا مبتذلا، ليس فقط كتاب ناقص وإنما طلع عمى. المزايدة بالمقدسات الدينية واستهداف المسار الحضاري للشعب اليمني. القرآن كتاب تلاوة فقط، لا أقل ولا أكثر. نتتبع سلوك الحوثية في استخدام النصوص الدينية وتشويه مقاصد الشريعة لصالح مشروعها العنصري. بالبرهان، تابعونا في رمضان.